وسنقف على عقائد علماء الديوبند بإذن الله تبارك وتعالى حتى نعرف الأصل ونعرف المنشأ، وإلا لن نستطيع أن يعني نعرف ونقف على الحقائق. من الكتب أيضا القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، وهو للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، من أفضل الكتب التي ألفت في الرد على جماعة التبليغ، والكتاب هو هذا القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، الشيخ التويجري. ومن المؤسف جدا أن الجماعة نشروا بعد مدة نشروا أن الشيخ التويجري رجع عن كتابه وعما سطر في هذا الكتاب، كما أشاعوا إشاعات لا أصل لها بأن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة قبل الشيخ ابن باز رجع عن فتواه في التحذير عن جماعة التبليغ، وهذا كذب كذب، لم يرجع عن فتواه، كما أن الشيخ التويجري لم يرجع عن مضمون كتابه هذا. وهذا مما ألجأ أبناء الشيخ التويجري أبناءه أن يكتبوا هذه السطور ليبينوا بأن والدهم لم يرجع عن كتابه هذا، ولا هم رجعوا عما سطره والدهم في هذا الكتاب. هنا كتب قال: الحمد لله فقد بلغنا نحن أبناء الشيخ الشيخ حمود بن عبد الله التويجري أن جماعة التبليغ تشيع عنا أن كلنا أو بعضنا قد زاروا الهند واعتذروا عما كتبه الوالد رحمه الله تعالى عنهم في كتابه القول البليغ. وجوابنا أن نقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، إن هذا إلا اختلاق. فأولا إننا لم نرى الهند ولم يذهب إليها أي منا إلى تاريخ كتابة هذه الورقة، وثانيا أننا لا نزال على رأي الوالد رحمه الله تعالى في هذه الجماعة، لا عصبية له، ولكن لأنه هو الحق الذي ندين الله به ولا نشك فيه، فليبلغ الشاهد الغائب. هنا أبناء الشيخ حمود التويجري عبد الله، عبد الكريم، محمد، عبد العزيز، صالح، إبراهيم، خالد، كلهم أسماءهم موقعة مع التوقيع. فهذا الكتاب من أفضل الكتب التي ألفت في الرد على جماعة التبليغ. والقول بأن فلان رجع عن الفتوى، إشاعة هذه الأباطيل مشهورة، ودأبه كثير منهم أن يقول: الشيخ الفلاني رجع عن هذا الفتوى المتعلق بالجماعة، أمر لا حقيقة له. هذه الكتب التي ألفت في الرد على جماعة التبليغ هذا جزء منها وليس كلها. أضف إلى ذلك فتاوى العلماء، وهي كثيرة جدا. الشيخ الباز عليه رحمة الله، قبله الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة قبل الشيخ الباز عليه من رحمة جميعا، كذلك الشيخ الباز عليه رحمة الله في بداية الأمر خفي عليه من أمرهم ما لم يطلع، ثم بعد ذلك اطلع على خفايا أمرهم فحذر منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. كذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله حذر منهم ووسطهم بالصوفية العصر. كذلك الشيخ مقبل الوادعي. علماء السنة في هذا العصر، صالح الفوزان، كلهم حذروا من جماعة التبليغ، ولهم فتاوى واضحة كوضوح الشمس. إذن كتب ألفوها وكتب ألفت للرد عليهم
ما هو العنصر الثالث او المصدر الثالث؟ ها؟ ما هو المصدر الثالث؟ ما عرفنا منهم من خلال الاحتكاك معه. علمنا ذلك، لان الانسان اذا عايشت معه وعاش معك واستمعت اليه واستمع اليك اهونا تستفيد منه كثيرا وتعرف من حاله كثيرا من خلال المعايش. نعم عايشناهم واحتككنا معهم، وبذلك نحن على علم على جانب كبير من المعلومات التي استفدناها من خلال الاحتكاك معه. نأتي إلى جماعة التبليغ منشأ، أين نشأت ومن هو مؤسسها؟ أسسها محمد إلياس الديوبندي الجشتي، طريقة من الطرق الصوفية. وأسس هذه الجماعة بإشارة من شيخيه رشيد أحمد كنكوهي وأشرف علي التهانوي، وأسسها في دلهي وهي مدينة من مدن الهند. إذا مؤسس جماعة التبليغ من هو؟ محمد إلياس الديوبندي، يعني ينتمي إلى مدرسة ديوبند والجشتي طريقة. ثم خلفه، وقبل أن أقول خلفه، من العلماء من يقول أن فكرة جماعة التبليغ وأصولها الست كانت لسعيد نورسي الكردي الملقب ببديع الزمان. أصل هذه الفكرة كانت لواحد كردي كان يعيش في تركيا اسمه سعيد نورسي الكردي، أصل الفكرة كانت له، لكن تلاشت ولم تنتشر لا في الجرب كردي ولا في تركي. فأخذها محمد إلياس هذا بعد أن زار الحجاز، أخذ هذه الفكرة وحملها إلى الهند فترعرعت في الهند. من العلماء من يقول كذلك إن منشأ الفكرة في تركيا وترعرعها وانتشارها في الهند. ومن من يقول هي هندية منشأ وترعرعا، رأيان للكتاب. بعد موت محمد إلياس خلفه ابنه محمد يوسف الكندهلوي صاحب كتاب الأحاديث المنتخبة وكتاب حياة الصحابة، وبعده خلفه إنعام الحسن. وهكذا جاءت بهذا الترتيب. ذكر هذه المعلومات كتاب نظرة عابرة اعتبارية لجماعة التبليغ للشيخ سيف الرحمن. وأصل هذه الجماعة قلنا يرجع إلى المدرسة الديوبندية، المدرسة يعني رؤساء وزعماء هذه الجماعة ينتمون إلى المدرسة الديوبندية. والمدرسة الديوبندية أسست عام 1283 هجرية في ديوبند بلدة من بلاد الهند. وعلماء هذه المدرسة، أي مدرسة ديوبند التي ينتمي إليها محمد إلياس ومحمد يوسف كان الدهلوي وإنعام الحسن، هؤلاء ينتمون إلى هذه المدرسة، وعلماء هذه المدرسة أحناف مذهبا من حيث المذهب الفقهي، هم أحناف يعني يقلدون المذهب الحنفي.
وصوفية سلوكا، من حيث السلوك مدرسة صوفية، وما تريدية أشعرية عقيدة، من حيث العقيدة إما أشاعرة وإما ما تريدية. طيب، والجشتيون طريقة، الجشتية هي طريقة من الطرق الصوفية بمثابة القادرية عندنا، فهم جشتيون طريقة، بل يجمعون من حيث السلوك بين الطرق الكبار الصوفية في العالم. ما هي هذه الطرق؟ هي الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية، يجمعون بين هذه الطوائف، أي المدرسة الديوبندية يعني تجمع بين منتمي هذه الطرق الصوفية، فمنهم من ينتمي إلى الطريقة النقشبندية، ومنهم من كان ينتمي إلى الطريقة القادرية، ومنهم من كان ينتمي إلى الطريقة الجشتية، ومنهم من كان ينتمي إلى الطريقة السهروردية، وكلها طرق يجمعها أنها طرق صوفية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول أحد علمائهم، وهو خليل أحمد السهارنپوري، خليل أحمد السهارنپوري يقول: ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب، يعني سئل السؤال فيجيب عن السؤال، يقول: ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب أن بحمد الله ومشائخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه في الفروع. إذن في الفروع يقلدون من؟ المذهب الحنفي، حنفية مذهبا. يواصل فيقول: ومتبعون للإمام أبي الحسن الأشعري وللإمام الهمام أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد والأصول. إذن في الاعتقاد والأصول إما أشعرية وإما ماتريدية. طيب، يواصل فيقول: ومنتصرون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنصوبة إلى السادة النقشبندية، والطريقة الزكية المنصوبة إلى السادة الجشتية، وإلى الطريقة البهية المنصوبة إلى السادة القادرية، وإلى الطريقة المنصوبة إلى السادة السهروردية رضي الله عنهم أجمعين. إذن كم طرق صوفية؟ أربعة. هم مجموعة من طرق صوفية كبار، مفهوم؟ من حيث الفروع والمذهب حنفية مقلدة، من حيث الأصول ويعنون بالأصول الأسماء والصفات ومسائل الإيمان التي يخالف فيها الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، من حيث الأصول والاعتقاد فهم ماتريدية وأشعرية، من حيث السلوك والطريقة فهم أصحاب طرق أربعة صوفية. هذا النص لشيخ خليل أحمد السهارنپوري منقول في كتاب الديوبندية، منقول في كتاب الديوبندية صفحة 25 إلى 26.
هكذا كان أصل هذه الجماعة. إذا سئلت أصل مؤسسي جماعة التبليغ كانوا ماذا؟ واضح لديك بأنهم في الأصل كانوا ماتريدية متصوفة وهكذا حنفية، أليس واضحا؟ طيب، بعد ذلك انتشر فكرة المدرسة الديوبندية وأخذت يعني نمطا عالميا، بعد أن كانت محصورة في الهند وفي بعض المدن الهند، بعد ذلك صاغها محمد إلياس مؤسس الجماعة صياغة عالمية ثم نشرها إلى العالم، نشرها إلى العالم، فخرجت إلى العالم، خرجت إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى بنغلاديش، إلى العالم العربي، إلى إفريقيا، هكذا وبهذا الطريق انتشرت فكرة المدرسة الديوبندية. إذن عرفنا منشأ هذه الجماعة. بعدما خرجت من كهفها ومن مدينتها الأصلية ومن مدرستها، لقيت الفكرة مذاهب وعقائد وأصولا مخالفة في العالم الإسلامي، لقيت أفكار وتيارات مخالفة. صوفية لقيت صوفية غير صوفيتها، الماتريدية والأشعرية عالم من المسلمين يعتبرونها فرقة ضالة، الحنفية وتقليد الحنفية نقل من العلماء من يعتبر تقليد المذاهب باطلا. ثم بعد ذلك بهذا الاحتكاك تحولت الفكرة من فكرة عقدية الأصل إلى فكرة تصاغ صياغة جديدة. كيف صيغت صياغة جديدة؟ فجعلوا يجتمعون تحت أمور متفق عليها. القضايا المتفق عليها ما هي؟ فضائل الأعمال، فضائل الأعمال وكلمات وطريقة مبسطة لعرض الدعوة، طريقة مبسطة لا يختلف فيها اثنان حتى تكون مقبولة لدى الجميع. ولا ندخل في قضايا الأصول والاعتقاد، لا نقول ماتريدية ولا نقول أشعرية ولا نقول سلفية، خلاص نسكت. لا نقول مذهب الفلاني ومذهب الفلاني لأن الناس عندهم مذاهب شتى، كل يأتي بمذهبه وبالإمام الذي يقلده، ونحن إنما يجمعنا هذه الشعارات فضائل الأعمال وهذه الطريقة المبسطة في الدعوة وخروج بس. إذا تعدينا هذه الخطوط الحمراء نختلف. لماذا؟ لأن في الداخل بركان ينفجر، أليس كذلك؟ لو ذهبوا إلى المذاهب، هنا يدخل الاختلاف الذي وقع بين المذاهب. لو دخلوا في قضية الأصول والاعتقاد، هنا يأتي جهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، وهكذا منهج أهل السنة والجماعة اختلاف. إذا لم نجتمع، شفت كيف؟ بعدما خرجت الفكرة إلى العالم الإسلامي صيغت صياغة جديدة. من العلماء من يذكر بأن زعماء الجماعة إذا خلوا بالشخص وعلموا أنه صوفي قد يبايعونه على إحدى هذه الطرق الصوفية، قد، لكن إذا علموا بأنه ينكر على الصوفية وعلى شطحات الصوفية
وينكر على الأشاعرة وعلى أفكارهم هذه، خلاص أنت من الجماعة. المبدأ المشترك الخروج فقط، كن شافعيا وأنا أكون حنفيا، كن حنبليا وأنا أكون مالكيا، كن سلفيا من أهل السنة والجماعة وأنا أكون ماتريديا، وخلاص. إنما يجمعنا خروج وقضايا مبسطة، ولا يجوز لأحد أن يدخل في هذه القضايا. ولهذا إذا ذهبت إلى اجتماعاتهم العالمية أو اجتماعاتهم المحلية أو الإقليمية لن تجد مساسا ولو من بعيد هذه القضايا. لماذا؟ لأنهم يعدونها قضايا تفرق ولا تجمع، وبذلك سيطروا على أفكار الناس، وبذلك سيطروا على السلفي. واحد عقيدته صحيحة لكنه خلاص ما دام لا يعترضون على ما يعتقد وهو مع الجماعة. الأشعري لا يعترض عليه، الصوفي من الطرق الأخرى لا يعترض عليه، كل بما أتى وكل بما يعتقد وكل بما يرى. بهذه الصورة أصبحت الجماعة جماعة عالمية، بل أصبحت من أكبر الجماعات الإسلامية في العالم اليوم، لأنه ليس هناك قضايا جوهرية، ليس هناك قضايا جوهرية تطرح، وليس هناك قضايا جوهرية يعني تقال، وليس هناك قضايا جوهرية يدور الكلام حولها. خلاص أمور يعني متفق عليها بيني وبينك. ولهذا تجدون في داخل الجماعة، تجدون واحد جاء من الخليج والتبليغي، إذا قام قد يتحدث عن التوحيد وعن العلم، لأن البيئة التي تربى فيها هي بيئة العلم والتوحيد. خليجي جاء من السعودية، من الكويت، من قطر، جاء من هنا. يأتي واحد من باكستان أو من الهندي فيطرح تحت أو في ظل الأطر المتفق عليها. لو رأيت مثلا عالم، وهذا أمر ملموس، عالم معروف بعلمه، إذا انخرط في سلك هذه الجماعة وأراد أن يتكلم أمام الناس لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة، مع سعة علمه واطلاعه ومعرفته للأحكام وللأصول وللأدلة، ومع ذلك منهج الجماعة لن يسمح له أن يتطرق إلى هذه القضايا، فيتحول من عالم إلى عامي، من عالم إلى جاهل، لأنه ما دام لا يستطيع أن يقدم ما لديه من العلم للناس مراعاة لأنظمة ومنهج الجماعة، مش ينفع العلم؟ مش ينفع العلم؟ لن ينفع شيء. شوف يعني كثير من العلماء الذين كانوا أفارقة، من العلماء الأفارقة مثلا، كانوا هنا مثلا، عندما انخرطوا في سلك تجد الواحد منهم يقف فيذكر أشياء بسيطة، أشياء من فضائل الأعمال، من الذكر، كذا، لا يتطرق إلى القضايا المهمة، إلى التأصيل، إلى الأصول، إلى المقارنة، إلى الفقه، لن يتطرق. لماذا؟ لأن هذه خطوط حمراء ممنوعة، خطوط حمراء ممنوعة الاقتراب. نختم حديثنا في هذه الليلة بذكر عقائد المدرسة الديوبندية. المدرسة التي قلنا هي أصل تخرج منها زعماء جماعة التبليغ. هذه المدرسة ما هي عقيدتها؟ ما هي عقائدها؟ يذكر صاحب كتاب
الديوبندية يذكر عدة عقائد نجزها فيما يلي. يقول من عقائدهم وينقل من مشائخهم مباشرة، ينقل كلام علمائهم ليوثق وليؤكد بصحة المعلومة. لكن أنا يعني للاختصار ولمراعاة الوقت أذكر رؤوس العقائد الباطلة، خطوط عريضة للعقائد الباطلة التي نقلها من علمائهم. منها عقيدة وحدة الوجود، وهل تذكر تعرفون عقيدة وحدة الوجود؟ عقيدة الحلول والاتحاد. كانوا يعتقدون بأن الرب تبارك وتعالى قد حل في خلقه، وهذه العقيدة أصلها جاءت من نفي استواء الله على عرش، ومن القول بأنه موجود في كل مكان، فترتب منها القول بأن الخالق حل في خلقه، فليس هناك خالق متميز عن مخلوقه، بل الخالق مخلوق والمخلوق خالق. عقيدة من؟ عقيدة ابن عربي الصوفي الشهير، وعقيدة الحلاج، وعقيدة ابن السبعين. عقيدة هؤلاء الملاحدة، كانت مدرسة ديوبندي تتبنى هذه العقيدة. من عقائدهم ما يسمونه تصور الشيخ. تصور الشيخ يعني أن الإنسان أينما كان يتصور ويتخيل في قلبه صورة الشيخ، وأن شيخه معه أينما كان. هذه العقيدة أيضا موجودة في القادرية. القادرية التي معنا يعتقدون أن القطب الفلاني أو الشيخ الفلاني أو عبد القادر الجيلاني هو مع مريده ومع السالك في جميع الأوقات، فهو يتصور صورة الشيخ في قلبه ويعتقد أمرا حقيقيا. هذه عقيدة باطلة كانت من عقائده. من عقائدهم كذلك التعبد بدلائل الخيرات وقصيدة البردة والهمزية، كتاب يسمونه دلائل الخيرات، فيه من الخرافات ما الله به عليم، أذكار باطلة جمعوها يتعبدون بهذا الكتاب، ويتعبدون ويتقربون إلى الله بقراءة البردة. تعرفون البردة؟ وكذلك الهمزية، القصيدة الهمزية. لمن؟ لمن هذه القصيدة؟ المهم هذه القصائد التي يتغنى بها القادرية وغيرهم كانت مقدسة لدى مدرسة الديوبندية. مما عقائدهم أيضا الاستغاثة بأرواح الأولياء أحياء وأمواتا، والاستغاثة بغير الله أمر معلوم من الطرق الصوفية تحت مظلة التوسل، يتذرعون باسم التوسل إلى الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى والاستعانة بغير الله، وهذا شرك أكبر. كان من عقائدهم أيضا التصرف في الكون، أي أن مشائخهم يملكون الموت والحياة. وهناك نقول من مشائخ هذه المدرسة تقول بأن مشائخهم يتصرفون في الكون. ولماذا تستغربون؟ ماذا تستغربون؟ عندنا مثلا كتب القادرية، هذه كتاب مثلا مناقب الجيلاني، أليس فيه أن الأولياء هم الذين يتصرفون في الكون ويقلبون الدنيا كيف يشاءون، ويملكونها ويميتون ويحيون كيف يشاءون؟ نعم، موجود في مناقب الجيلاني، وليس بغريب على كل طائفة من طائف التصوف، ليس الأمر بغريب. فكان عندهم اعتقاد بأن مشائخهم أمواتا وأحياء هم الذين يتصرفون في الكون.
من أفكارهم المنحرفة شفاء المرضى المصابين. أن الشيخ كان يعتقد في نفسه القوة السحرية وأنه يملك أن يعافي المرضى والمصابين بالأمراض الخطيرة. من أفكارهم كذلك وعقائدهم نداء الأولياء والأنبياء لتفريج الكربات. نداء الرسول مثلا، الرسل يقولون يا رسول الله أغثني، يقولون مثلا يا جيلاني أعني يا غوث الأعظم، وهذا من الشرك الأكبر. من أمورهم المنحرفة والبعيدة عن منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف المراقبة عند القبور وكشف القبور. يعتقدون أن المقبور الإنسان الذي في القبر بإمكانه أن يخرج إلى الدنيا، بإمكانه أن يخرج إلى الدنيا. من عقائدهم الفاسدة العلم بالآجال، أن الإنسان، أن الواحد من مشائخهم يعرف أجله ومتى يموت، وقد يخبرك متى تموت. وكذلك كانوا يقولون بالعلم بما في الصدور، بالعلم بما في الصدور، كما هو الشأن عند القادرية. يقولون الصالك العارف إذا كنت لديه فاحفظ قلبك وصدرك فإنه يعلم ما في الصدور. هكذا يعتقدون، وهو أمر معروف. وكذلك يعتقدون بأن مشايخهم يعلمون ما في الأرحام، ويعلمون بموعد نزول الغيث والمطر، يعني يعلمون الغيث، يعلمون الغيث كما هو الشأن عند السائل وبقية الطرق الصوفية. من عقائدهم الفاسدة أيضا كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ولولاه لما خلقت الأفلاك. خلق من نور، هذا صحيح؟ خلق من ماذا؟ من طين، مما خلق آدم، مما خلق آدم، خلق آدم مما وصف لكم في القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم ممن خلقه الله تبارك وتعالى من هذا الماء، وليس بصحيح أنه خلق من نور، خرافة هذه. أما القول لولاه لما خلقت الأفلاك فقول باطل أيضا. الله تبارك وتعالى خلق الأفلاك وخلق الكون لعبادته تبارك وتعالى. من أفكارهم المنحرفة أيضا، أفكار هذه المدرسة، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة رأي العين. يعتقدون أن الشيخ أو أحد مشايخهم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة في كل لحظة، ويستدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. يقول واحد منهم يعني من رآني في المنام معنى ذلك أنه يراني عيانا، رأي العين. وأنا أذكر أيام كنا قادرية، أذكر بأن بعض المشايخ، شايخ الطريقة، كانوا يقولون لنا بأنه لو غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرته وعن عينه لحظة واحدة لما اعتقد في نفسه مسلما. نعم، يتمثل له الشيطان فيعتقد أنه محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يحدثه الشياطين فيعتقد أن الله تبارك وتعالى أرسل إليه ملكا. وش الذي دراه؟ هل الذي يحدثه ملك أو جن أو إنس؟ مجرد حديث، كلام يسمع فيعتقد أنه كلام الله، أو يعتقد أنه كلام ملك، بينما الحقيقة أنه كلام شيطان من الشياطين. شفت كيف؟ يتمثل له الشيطان فيقول له أنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، فيعتقد ذلك، يعتقد ذلك صحيحا.
يأتيه الشيطان فيقول له أنا محمد رسول الله، فيصاحبه ويقارنه ويعتقد ذلك صحيحا. نعم قد تعترضون وتقولون أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ ها؟ ما هي إجابتكم على هذا الحديث؟ كيف تجيبون؟ ها؟ يا جماعة الخير، أقول قلت الشيطان قد يأتي إلى الإنسان ويقول له أنا رسول الله، كيف توفقون بين هذا القول وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ مفهوم؟ طيب أيوه هذا هو، هذا الإبليس الذي جاءه، جاءه على صورة محمد أم على صورة إبليس؟ على صورة إنسان، لكن هذه الصورة ليست صورة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة الإنسان إذا كان لا يعرف كيف كانت صورة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صورته صفاته الخلقية مذكورة في أحاديثه. الإنسان إذا كان لا يدري هل كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا أم كان قصيرا أم كان ربعة من الرجال، يأتيه شيطان بصورة رجل طويل فيقول أنا رسول الله، هل هو تمثل برسول الله؟ لا، لم يأتي بصورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمثل به، وإنما تمثل بصورة إنسان آخر. شفت كيف؟ فمن يقول أنا لا أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراه رأي العين في كل لحظة باطل. لماذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته رأي العين؟ عمر لماذا؟ عثمان لماذا؟ علي بن أبي طالب لماذا؟ العشرة لماذا؟ خرافة هذه. إذن هذه من خرافاته. من عقائدهم الباطلة أيضا، ونختم الحديث بإذن الله، يقولون يعتقدون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه خوارج. المدرسة الديوبندية بدءا من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومرورا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباع الدعوة الصحيحة هم ألد الأعداء لديهم، ألد الأعداء لديهم، بل بعض مشايخهم يصفهم بأنهم خوارج العصر. وإلى الآن تدركون بأن أتباع جماعة التبليغ كثير منهم، كثير منهم، صح قد تكون هناك موالاة اجتماعات تحابي بينهم وبين طرق الصوفية، لكن مع أصحاب المنهج الصحيح منهج السلف الصالح أبدا لا يقتربون منهم لا من بعيد ولا من قريب، بل يعدونهم من أعدائهم، وخاصة الإنسان إذا رد عليهم ولو مرة واحدة. إذا رددت عليهم فويل لك، خلاص خلاص أنت ليس بينك وبينهم علاقة. وأنا أذكر يوم من الأيام جاءني الشاب ولا يزال في نيروبي أمام مسجد أبو بكر الصديق في الشارع وأنا واقف، مر بي فقال لي يا شيخ هل صحيح أنك قلت إن جماعة التبليغ من الفرق الضالة؟ فقلت نعم ولازمت أعتقد. فقال أنا أبرأ إليك، أنا أبرأ إلى الله منك، وسوف نتمثل بين يدي الله يوم القيامة.
خلاص هو مشى. كيف؟ لماذا؟ أين إكرام المؤمن من صفات الست؟ إكرام المؤمن. لكن المؤمن أي المؤمنين؟ أي المؤمنين الذي يتبع الجماعة؟ نعم الذي يتبع الجماعة ومن أتباع الجماعة يكرم، أما الذي يصحح وينصح ويرد على مخالفاتهم فهو من ألذ أعدائهم ويستحق أن يتبرأ منه براءة كلية. شو ذلك؟ فأقول أيها الأحبة في الله، كانت مدرسة الديوبندية كانت تبغض علماء منهج السلف ولا يزالون يبغضون المنهج السلفي. أختم بآخر عقيدة من عقائدهم التي ذكرها صاحب كتاب الديوبندية، وهو التقليد. يقولون التقليد واجب وتركه يؤدي إلى الإلحاد والزندقة. يقولون ماذا؟ التقليد واجب. تقليد من؟ تقليد أبي حنيفة. يقولون التقليد واجب والخروج عن التقليد زندقة وإلحاد. ولهذا نقول يقدمون أقوال العلماء على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. لو رأيت الواحد منهم وقلت لهم هذه الكيفية للصلاة التي أخذتها من كتب الحنفية تخالف الحديث الوارد في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، لن يقبله. يقول لك قاله الإمام الأعظم النعمان أبو حنيفة. هل أنت أعلم من أبي حنيفة؟ خلاص، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود عليك. لماذا؟ لأنه خالف مذهب أبي حنيفة. ولهذا يبغضون أهل الحديث. أقول أهل الحديث هذا مصطلح معروف في شبه القارة الهندية بأتباع منهج السلف. إذا سمعت في شبه القارة الهندية أهل الحديث فيعني ذلك أتباع منهج السلف. فيبغضون أهل الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث يتبعون الحديث وينبذون التقليد. والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة حذروا الأمة من التقليد الأعمى، أمروهم بأخذ الدليل وترك التقليد. وكلامهم وكلماتهم مشهورة معروفة. وإلى هنا نختم الحديث في هذه الجلسة بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكون لنا جلسة نتناول فيها بإذن الله تبارك وتعالى بقية الحديث في ليلة القادمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهمنا رشدنا وينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.